أثابكم الله. يقول السائل: ما رأيكم في من يقول أعتمد على الله تعالى في طلب العلم أولا ثم على كتب العلماء ثانيا، هل في هذا محظور؟ لا، ما في محظور، هذا طيب أنه يعتمد على الله أولا ثم على كتب أهل العلم الموثوقين، لأن العلم هو مدون في الكتب. هذا من رحمة الله أن هذه الكتب تحفظ لنا العلم عن الضياع، فهي وثيقة عند المسلمين، ثروة عظيمة. فنحن بعد الاعتماد على الله في التوفيق والهداية نعتمد على هذه الكتب، لأنها حفظت لنا هذا العلم المبارك، فهي وثائق عندنا وثروة عندنا، وهي نعمة عظيمة بأيدي المسلمين. نعم.